صباح الخير، عادي الحمد لله. شو اسمك؟ هويرية. تشتغل؟ ببيع. أنا ببيع عشان أدخل مصروف لأهلي، لأنه كثير الأشياء غالية صارت، وكمان أنا نفسي أشتري بسكوت، أشتري بسكوت صار نفسي فيه، أشياء كثير غالية هالأيام، وأنا كمان بفتح من الساعة 9:30 لحد الأذان العصر، حنيتها بسكر، والمفروض في هذا الوقت بدل ما أنا ببسط إني بدرس بتعلم. برسم وبلون، بلعب مع الأطفال. وشو بدي أوصل رسالتي؟ بدي أوصل رسالة للعالم كله إنه إحنا أطفال من حقنا نعيش زي الأطفال الباقي، يعني أطفال دول أجنبية ودول عربية بلونوا برسموا بتعلموا بيعملوا كل إشي في الحياة. إحنا أطفال غزة بنصحى على قصص، بننام على قصص، بننام على خوف، بنصحى على خوف، يعني إحنا أطفال مش مفروض هذا الوقت نكون نتعلم أشياء كتير؟ وهي رسالتي للعالم.